السلام عليكم. زي ما انتم شايفين الجمال، النهارده هنعمل مهلبيه اللوتس او بودينج اللوتس، سموها زي ما تحبوا. حاجه سهله جدا وسريعه جدا، هتخلص معانا حرفيا في ربع ساعه. يعني لو مزنوقين وعايزين نعمل حاجه حلوه مش هتاخد مننا وقت خالص، هتحتاج بس نحطها في التلاجة من 3 لـ4 ساعات قبل ما ناكلها. غير كده هي مرحله ان احنا نعملها مش هتاخد معانا ربع ساعه. يلا بينا، تعالوا نشوف هنعملها ازاي بطريقتي الخاصة. انا هنا استخدمت بسكوت اللوتس اللي بالكريمة، ممكن تستخدموا البسكوت العادي براحتكم، انا بحب ده طعم اكتر. هي مش تشيز كيك هنعملها وليها قاعدة ولا اي حاجة، هوريكم هنستخدم البسكوت المضروب ده في ايه. حبة صغيرين، يعني تقريبا استخدمت نص الكيس علشان هحتاجه مش كقاعدة، لان دي زي ما قلنا مش تشيز كيك، بس هوريكم هنحتاجه في ايه. هضربهم. الكريمة بتدي كأني حاطة مع زبدة، يعني بتخليه مرمل، يعني كأني بالظبط بضرب بسكوت بالزبدة. الكريمة بتقوم بالدور ده زي بالظبط الاوريو، انا مش بشيل الكريمة لما باجي اضربه. هو ده الشكل اللي انا عايزاه، مرمل جدا اهو، شايفين مرمل ازاي. هخليه على جنب. وفي حلة على البارد، انا مش فاتحة النار خالص، وهقول لكم هنفتحها امتى. هنزل بلتر من اللبن كامل الدسم، يستحسن طبعا يكون كامل الدسم. وعلى كل لتر لبن هنزل ب4 معالق من النشا، سواء عملتوا نفس الكمية او اكتر، يبقى تعرفوا ان كل لتر لبن ليه 4 معالق من النشا، دول كافيين جدا، اكتر من كده هيبقى مش لطيف ومش ناعم. نزلت بال4 معالق من النشا، وبفكركم ان النار مقفولة. وهنزل بالسكر، السكر طبعا حسب الرغبة، عايزين تحطوا 1/4 كوب من السكر. انا حطيت هنا حوالي من 3 لـ4 معالق سكر بني، مش عايزة اكتر في السكر قوي، براحتكم السكر يرجع للذوق. وهنزل بمعلقة صغيرة من الفانيلا، مرضتش احط الفانيلا السايلة، لان ساعات بتغير لي في الطعم، بيفرق من ماركة لماركة، ساعات في واحدة بتغير لي شوية في الطعم، فانا في ده مش عايزة غير طعم اللوتس هو اللي يبان، فحطيت فانيلا اللي هي الباودر، وبقلب كل ده مع بعضه، بدوبه كويس جدا. واللوتس سبريد لو موجود عندكم هحط منه معلقة، بس احنا محتاجينه في الوصفة دي كده كده، الوصفة دي اساسها اللوتس سبريد. هنزل بمعلقة من اللوتس او 2 معالق حسب الكمية اللي انتوا بتحبوها او التركيز اللي انتوا عايزينه. انا معلقة بالنسبة لي كفاية، وهقول لكم ليه، علشان لسه هنحط طعم اللوتس تاني جوه الوصفة. وبستمر بقى في التقليب. الاول ما تدوب اللوتس، المعجون اللوتس او اللوتس سبريد بتاعنا، نبتدي نفتح النار على نار متوسطة، مش عالية ولا واطية، نار متوسطة. ونكمل بقى حاجة واحدة بس ناقصة، بس نكون فتحنا النار ونقلب ونحطها بعد كده واحنا بنقلب، اللي هو كيس من الكريم كراميل الباودر، بس هو اللي هنستخدمه، مش هنستخدم العسل، ممكن تحتفظوا بيه في التلاجة لأي وصفة تانية تستخدموه فيه، مفيش مشكلة. وبستمر بقى في التقليب لغاية ما تتماسك. الكريم كراميل بيديها طعم حلو قوي، كرملة كده، وخصوصا ان انا حاطة سكر قليل. خلاص اول ما تبتدي تحسوا ان هي ابتدت تبقى سميكة، ممكن تختبروها على ظهر المعلقة. هقفل النار وهنزل بعلبة من القشطة. علبة القشطة دي بتغنيني ان انا احط زبدة في الوصفة دي، ساعات بيحطوا زبدة، ممكن تستغنوا عنها خالص، بس هي بتنعم القوام جدا معايا. حطيتها بعد ما قفلت النار. على كل لتر لبن علبة صغيرة من القشطة، هي بتبقى حاجة بسيطة قوي، مش عايزين، ممكن تستبدلوها بشوية بالكريمة، بس بتنعم القوام قوي. يجي بقى دور البسكوت اللي احنا حطيناه على جنب. هحط نص الكمية وقلب كل ده وانا قافلة النار. خلاص حطيت نص كمية البسكوت وبقلب، مش قادرة اقول لكم قد ايه نص كمية البسكوت اللي احنا حطيناها دي، يعني يدوبك 3-4 بسكوتات مضروبين، بيفرق جدا في طعم البودينج او المهلبية بتاعت اللوتس، وتطلعوا يجنن، بتحسوا كده ان البسكوت دايب جوه. بصوا القوام عامل ازاي، جاهز بقى ان احنا نحطه. بس قبل ما نحطه بقى، هسيح 2 معالق من السبريد بتاع اللوتس في الميكرويف
علشان يسيحوا علشان الوش. ما عندناش سبريد، احنا ممكن نعمل بودينج عادي جدا، نحط البسكوت اللي احنا ضربناه جوه البودينج من غير السبريد، ما فيش مشكله، والوش نزوق باي حاجه نحبها، ما توقفوش نفسكم. لو مش متوفر خلاص اعملوا بالطريقه دي، هسيحه علشان الوش، هحطه بقى دلوقتي في المايكرويف هيسيح بسرعة جدا، وانا هقدم في الجار الصغيرة دي والاكبر شوية، قدمه زي ما تحبوا. الكوبايات الصغيرة دي بتبقى حلوة جدا في التقديم، كل واحد بياخد على قده، واللي عايز تاني بياخد تاني، فبتبقى سهلة جدا في التقديم. هنا كمان حطيت الخليط في زي جار صغير، هيسهل جدا ان انا احط مهما كان حجم الكوباية اللي بحط فيها، هتسهل عليا قوي. وطبعا لازم نحطه وهو سخن، لانه وانس ان هو بيبرد خلاص. هنا حطيت في اكبر شويه، وانس ان هو بيبرد خلاص بياخد الشكل، فما نستناش، خصوصا لو عملناه في الشتاء عليه، اول ما نخلصه نصبه على طول وبعدين نسيبه يبرد براحته ونزوق. سبته بقى برد لمدة ربع ساعة، وهحط بقى السبريد اللي سيحته في المايكرويف على الوش. حطوه في حاجة تبقى سهلة ان انتوا تصبوها من غير ما تضايقكوا او تعكننكوا او تخليكوا مش حاسين ان انتوا براحتكوا. بصوا بمنتهى السهولة بحطه على طول على الوش، بعد ما طبعا يكون البودينج برد شوية، ما تحطوش وهو سخن علشان ما ينزلش لتحت، لا يبقى عامل طبقة على الوش. وبرضو دي بترجع للذوق الشخصي قد ايه عايزين على الوش، ممكن تعملوها اسمك من كده، انا بالنسبة لي طبقة خفيفة كفاية جدا. وزوقوا بقى زي ما انتوا عايزين، وزي ما قلت لكم لو ما فيش السبريد ممكن نزوق بالبسكوت بس ونعمل شوية كارميل، يعني ممكن نزوق بالطريقة اللي تعجبنا، ما تخلوش حاجة توقفكم. اهو بقيت البسكوت زوقت بيه الوش، وممكن احط كمان فراولة، اي فاكهة عندكم عايزين تحطوها هتدي لون وهتدي طعم مختلف. بسكوت بس، ممكن ازوق بالبسكوت نفسه مفيش مشكلة. وبكده نكون خلصنا احلى بودينج او مهلبية لللوتس، جربوها هتعجبكم جدا. ما تنسوش تفعلوا الجرس وتعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا باي باي.